أحمد العبود شاب دفعته ظروف الحرب في سوريا قبل سنوات للبحث عن فرصة عمل يؤمن بها قوت يومه، وبعد سنوات من الاغتراب وخلال أداء عمله في موقع للبناء في مدينة إصلاحية التابعة لمحافظة غازي عنتاب التركية، وبعد هزة أرضية مفاجئة انهار عليه سقف المكان الذي يعمل فيه، ليصاب بجرح في رأسه وكسر في يده اليسرى. وتسوقه الأقدار لأن يسعف إلى مستشفى الإغاثة الميداني الإماراتي ليقرر له الطاقم الطبي عملية جراحية بعد فحصه وتصويره بالأشعة، وهي أول عملية تثبيت داخلي لكسر تجرى في مستشفى ميداني. وكان هذا لقاؤنا مع أحمد قبل إجرائه العملية. كنا نشتغل تحت سقف مصنوع من كرتون جبسون بورد وحديد، فكنا بنساعد الناس فطب علينا السطح، فأنا خارج منه نزلت كرتون على راسي، انشق راسي وحديدة انكسرت يدي، فجابونا للمشفى هنا الإماراتي ودخلنا. ما شاء الله معاملتهم جدا كويسة فقرروا يسووا لي عملية. أحمد اليوم وبعد العناية الطبية والعملية الجراحية التي أجريت له في مستشفى الإغاثة الميداني الإماراتي، أصر على أن يوجه رسالة لدولة الإنسانية ولطبيبه الذي أعاد إليه الأمل، وهو يرى كسره يندمل وحلمه أن يعود بأسرع وقت إلى حياته الاعتيادية والعمل. دكتور سيف إجا خصوصي من الإمارات مشاني عشان حالتي المادية كانت صعبة، فإجا خصوصي من الإمارات عشان يسوي لي العملية. نشكر بعض الدكاترة ما أعرف أساميتهم، بعد وصولي قطع اليدي بعد جت من الإمارات رغم التأخير، راحوا أكثر من مرتين ثلاث للمطار، رغم الهزة الأرضية بيترددون برجعون عشان يوصلوا القطع ويستعجلوا لي بالعملية، عشان كنت جدا متألم. الحمد لله رب العالمين، نشكرهم شكر جدا وممتن لهم طول ما أنا عايش. وصل عندنا المستشفى الإغاثة الإماراتي الميداني وعملنا له أشعة سينية وتم تأكيد الكسر عن طريق هاي الأشعة، واكتشفنا في الأشعة أن في عنده أكثر من كسر في مكان واحد والكسر متحرك من مكانه، وقررنا لعملية. تم إجراء العملية في داخل المستشفى الميداني في غرفة العمليات. بعد أيام سيعود أحمد لحياته الاعتيادية ويستعيد عافيته قريبا، ليغادر مستشفى الإغاثة الميداني الإماراتي ويعود معها لاستئناف حياته الاعتيادية كما كانت قبل إصابته. هم بلسم لكل عناء ودواء لكل داء، هكذا هم رجال الفارس الشهم في تلبية كل نداء. ومثلما ساق القدر أحمد لهذه العناية، ساقهم القدر ليولون مئات الجرحى والمصابين الرعاية. لقنوات أبوظبي مكتومة محمد من المستشفى الإغاثي الميداني الإماراتي إصلاحية تركيا.